السودانية نحن اللي نعز كرامة، نفخر بيمين مرفوعة فوق الهامة، نحن بندفع بقنف بزوز نعامة، ونحن الماولة كل بدون عدامة، بوري الغير بقول سوداني بتلاهابة، نحن بنطبح الجزر المعلى سنابة، نفخر بالجميع وزر وقضاته ينابة، فيهم من طرف طلقوه أسد الغابة. بسم الله الرحمن الرحيم، المشاهدين الكرام في المكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم، وكل عام وأنتم بألف خير. بمناسبة عيد الأضحى المبارك نحييكم في هذه الحلقة الأولى من برنامج أنفاس القصيد. أهلا ومرحبا بكم، وكل عام وأنتم بألف خير. وأسعد جدا أن نكون معنا داخل الاستوديو شباب كريم والأستاذ أبو بكر مصطفى أبو بكر، رئيس الاتحاد العام لطلبة الجادين بالسودان. أهلا ومرحبا. أهلا وسهلا سعادة الأستاذ، الله يكرمك. وحقيقة هذه الأبيات الجميلة التي قلتها تدفع فيني الكثير، وسأقول بإذن الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله. الله إن شاء الله. إذن المشاهدين إن شاء الله معجبين بحلقة إن شاء الله متميزة وبنصوص متميزة إن شاء الله. جدا إن شاء الله بإذن الله سبحانه. أيضا المشاهدين الكرام، ترحب يمتد لي الأستاذ بكر عبد الرحمن بكر، الأمين الثقافي لاتحاد الطلبة الجادين بالسودان. أهلا ومرحبا بك أستاذ أبو بكر. أهلا وسهلا بك، سعيد جدا بتواجدي هنا في هذه القناة الجيدة الجميلة المباركة. يعطيك العافية. أستاذ أبو بكر، ونحن الآن في أيام عيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وبداية تهاني لكل الناس اللي يتابعونا الآن عبر شاشة قناة النصر 24، كل المشاهدين اللي يتابعونا الآن في السودان وفي تشاد وفي كل المدن والعواصم الإفريقية. نعم، وأنت بألف خير. أنا أشكر هذه القناة المضيافة، هذه القناة التي تغطي الأحداث العالمية، وخير حدث للأمة الإسلامية هو عيد الأضحى المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية باليمن والبركات والخير والخيرات والبر والنفحات. عيد مبارك للأمة التشادية، عيد مبارك للأمة السودانية، عيد مبارك للأبوين والزوجتين والأولاد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع على ما يحبه ويرضى، إنه ولي ذلك. ما شاء الله، أنت مزوجتين؟ الحمد لله. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. حبيبي بكر، وتحيات لكل الناس اللي بتابعونا الآن، وعيدية لكل السادة المشاهدين. أهلا وسهلا بكم أيها المشاهدون، وعيد مبارك، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم تستنشقون رائحة القصيدة المعطرة بنسائمها البلاغية الجميلة. ان شاء الله. وان شاء الله اليوم الساده المشاهدين موعدين ان شاء الله باستكشاف النسائم ان شاء الله بلاغيه معطره جميله من خلال هذه الحلقه من برنامج انفاس القصيد. ابدأك استاذ ابو بكر مصطفى، يعني انت شاعر ورئيس الاتحاد العام للطلبه الجايين بالسودان، وكذلك في التخصص العلمي، يعني انت لديك درجه الماجستير في الاحياء. يعني علاقه كل هذه المناشط بالشعر؟ علاقة هذه المناشط بالشعر يحتاج الإداري بأن يقول يعني شعرا عندما يدون كلمته، فعندما تأتي في وسط الكلمة أبيات شعرية تزين هذا الكلام، وبالتالي الشعر شعور وأحاسيس ووجدان، يستطيع الشاعر من خلال إعداده للكلمة أن يتلمس بعض الأبيات الشعرية التي تزين وتجمل له هذا الخطاب الإلقائي. وعليه فإن الشاعر هو الذي يستطيع أن يعبر عما بداخله، هو الذي يستطيع أن يخاطب وجدانه ووجدان الآخرين، وبالتالي هو الإنسان الوحيد الذي يستطيع عكس الحقائق الداخلية للمشاهدين والمستمعين. فبإذن الله سبحانه وتعالى أنتهي هذه السانحة المباركة عبر قناة النصر الفضائية، وأقول لابد أن يكون للإداري متعدد المواهب والثقافات، متعدد الأغراض، يستطيع أن يسير مواهبه في الأوقات التي يحتاج إليها. أن يكون شاملاً، يعني أن يكون شاملاً، أن يكون شاملاً، لا يحتاج إلى أن إلى شاعر آخر ليقول له شعر، وبالتالي هو يستطيع أن يحاكي. فلا تستطيع أن تتلذذ بما سيقول الآخرين. نعم، هناك شعراء فطاحلة نستطيع أن نتلذذ بشعرهم، لكن عندما أنت يعني تقول شعرك أو تعبره للآخرين فيكون هناك يعني ميزة معينة. يعني ليس من هو أصدق من يعبر عن إحساسك الداخلي، سواء كان بالشعر أو النثر أو الكتابات المختلفة من خلال أكيد. الشعر له يعني ميزان خاص عندما تحكي أو عندما تقول.
وبالتالي يعني كم من شعراء يستطيعون أن يكتبوا الشعر لكن لا يستطيعون أن يجيدوه أو يستطيعون أن يعني يقرأوه بما ينبغي إلقاء الشعر. وكثير من الشعراء حتى على مستوى الشعراء الكبار المعروفين يعني عالميا وعربيا يعني من يكتب الشعر بشكل بليغ لكنه كما قلت يعني لا يستطيع لا تكون له ملكة أو الخطابة أو فن الإلقاء. وبالتالي طبعا لابد أن ينفرد الشخص بعدة مواهب تستطيع أن تساعده لتهيئ له وتزل له الطريق. نعم يعطيك العافية أستاذ أبو بكر. وأتحول إلى أستاذ أبو بكر عبد الرحمن أبو بكر الأمين الثقافي لاتحاد الطلبة الأكاديمي السودان. أهلا ومرحبا بك مرة ثانية ولعلك أنت الأقرب إلى مجال الشعر باعتبار الدراسة والتخصص. أنت طالب في كلية الآداب جامعة أفريقيا قسم اللغة العربية. نعم الشعر اولا هو شعور كما ذكر ايها المنظور في لسان العرب من ماده شعره. فماده شعره هذه الشعر يندرج تحتها. فالشعر هي من ماده شعره تخرج. فبالتالي هي شعور في داخل الانسان يحاول ان يخرجه الى العالم. فهذا الشعور سواء شعور داخلي فردي للشخص لوحده ام شعور يشعر تجاه الاخرين كلا المعنيين سياه. فهذا الشعر لا بد أن نوظفه في مجال يفيد المجتمع. الشعر ليس عبارة عن نغمات وأوزان نطرب بها وندوخ ونسكر. ليس الأمر كذلك. لا بد من الشعر يحاول أن يحل قضايا المجتمع وأن يتحدث باسم المجتمع سواء كان مجتمعا من أي دولة كانت من الدول المتفرقة حول العالم. فيحاول أن يرصد هذا البؤس الذي يواجهه المجتمع ويحوله إلى إبداع وفن. فالفن هو الوحيد الذي يستطيع ربما أن يخرجنا من ظلام وسوداوية هذا العصر. الفن هو الوحيد الذي يستطيع. لكن هذا إذا نحن تذوقنا الفن تذوقا جيدا وفهمناه فهما صحيحا اندمجنا معه وصهرنا بداخله هذا نستطيع أن نصل مع الفن إلى ذروة سنام السعادة. لكن أما أن نحن نطرب بأوزان شعرية أو نغني أو نستمتع بها استمتاعا خاصا فهذه لا تجدي نفعا. نعم. وقديما كان العرب والقبائل العربية إذا ما نبغ فيها شعر يعني تذهب إليها بقية القبائل وتهنئها بنبوغ هذا الشعر الذي هو سيكون لسان حال يعبر عن حالة وعالة وأحوال مختلفة في كل الأحوال. نعم. أرجع لك مرة ثانية أستاذ بكر مصطفى أبو بكر ولعلي يعني أرصد الآن السادة المشاهدين هم في تشوق وظمأ يعني لاستماع بعض القراءات الشعرية. نعم. فقبل ذلك أود أن التجربة الفريدة التي منحت بها المزج بين الأداب والعلوم. كون الإنسان يعني ينشأ في بيئة أدبية ويتفرد أو يتفنن يعني شيء علمي مثلا كالأحياء والفيزياء والرياضيات ليس بغريب أبدا. فكم من شاعر يجيد الفيزياء والكيمياء والأحياء ليس بغريب. مع أن الأصل يعني من المفترض أن يكون مكيف على العلوم. نعم. لماذا إذا درس اللغة العربية أو أخذ أو نهلها من مصدرها فقد يكون شاعرا. وعندما يقرأ أو يعني يستقرئ كثيرا للشعراء ويسمع منهم يستطيع أن يحاول ويحاكي ويقلد أو يسلك نهج الشعراء الفطاحل. نعم. وذلك ليس ذلك يعني بعزيز. نعم. يعني طيب يعني هذا هو كان حقيقة أحد المحاور المرصودة. نعم. قلتنا إليها في حديثك يعني هل يمكن للشاعر أن يصبح شاعر من خلال الإكثار من القراءات الشعرية من خلال الاطلاع على عيون الشعر العربي بمختلف أنواعه من خلال البيئة تأثر سواء كان بالوالد أو بأخ أو بوالدان؟ نعم. يستطيع أن يكون شاعرا بالبيئة. يستطيع أن يكون شاعرا بنهله للغة العربية من منبعها. نعم. يعني هناك كتب في اللغة العربية لابد أن تجسدها في قراءتك للشعر. نعم. ألا هو أساسيات اللغة العربية. وبالتالي يعني البيئة تلعب دورا أساسيا أو التأثر مثلا بأحد الشعراء كأمير الشعراء مثلا. نعم.
وغيره، فإنما يعني تقرأ الكثير تستطيع أن تقول الشعر وتحكي. يساعد في تصفية القريحة، ويساعد في يعني عملية يعني استخلاصك، أو يعني طبعا القوافي والأوزان يحتاج طبعا إلى بحوث. هذا طبعا إذا لم تكن يعني مررت بها فلا بد أن ترجع إلى معلم يستطيع أن يعني يساعدك في استخلاص هذه أو تصحيح الأوزان الشعرية من البحور المعروفة. وبالتالي يعني كونك تكون شاعر لابد أن يعني تقرأ الشعراء وتحفظ الشعر كثير. عملية الحفظ والقراءة يعني والرغبة الحقيقية لكي تكون شاعرا يساعدك. فهذا يعني جزء كبير جدا من هذا البرنامج. وعليك فإننا بإذن الله سبحانه وتعالى سنتحف هذه الحلقة الأولى من هذا البرنامج الشيق الجميل بإذن الله سبحانه وتعالى بوابل من الشعر، وهناك ديوان بعنوان العيون. إذن يعني طال انتظارنا يعني وشوقنا إلى هذه العيون يعني أتينا بها إن شاء الله بإذن الله. طيب هناك يعني قصائد كثيرة جدا، لكن بإذن الله سبحانه وتعالى نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى بقصيدة للوطن. هذه القصيدة أسميتها بلاد القيم، أسميتها بلاد القيم ألا وهي تشاء. بلادي فؤادي بلادي القيم، هي الروح عندي وكنز القدم، بشحم ولحم وعظم ودم، وأفديك عمري وسر الكرم، هي النبض سري وتجري وتبري، هي السبق في الخير عم، بها تربة وزنها من ذهب، بها طيبة أهلها ذو الشيم، بها خضرة بها ندرة، معدن الدر تحت الظلم، بها السمح والسمح من أصلها، بها الكل والكل من ذا قيم، بها الشامخات العوالي رافعات غوالي، كنزها مستدم، بها الخيل والبيداء والسنا، بها الخيل والبيداء والفحل صلبها، بها الرمح والفيحاء والسحر والنغم، بها النوق في الصحراء، بها الشجر والألوان، هي النظم في القدم، هي الكل فوق الكل، والخير هي البلسم الجياش والسطر والقلم، هي البلسم الجياش والسطر والقلم. هذه القصيدة بعنوان القيم. كلمات جميلة يعني هي البلسم الجياش والسطر والقلم. والقلم. نعم. يعني تحية من هنا لكل المشاهدين الآن يتابعونا في جمهورية تشاد. وأنت يعني تؤدي حق للوطن. نعم. وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق، والشعر إنما هو لسان حال القبيلة والوطن. نعم. كلمات جميلة جدا أستاذ أبو بكر، بارك الله فيك، وربنا إن شاء الله يعني يريك إن شاء الله خير. إن شاء الله نتحول للأستاذ بكر عبد الرحمن بكر، الأمين الثقافي لاتحاد الطلبة التشاديين للسنة. مرحبا بك مره ثانيه، ويعني مباشره ندخل الى بعض النماذج والقراءات الشعريه. قبل النماذج هناك تعليق اريد ان اعلق على كلام السابق الرئيس الاستاذ ابو بكر. هناك مقوله لابن رشيق القيرواني يقول ان الشاعر مطالب بكل فن وبكل علم، لان الشاعر مطالب ان يحوي على كل العلوم. فمثلا ناخذ نموذج ابو العلاء أو المتنبي أو أحد الشعراء الكبار، فتجدهم درسوا في كل العلوم سواء كانت شرعية أو فلسفية أو كذا. فبالتالي أنا لا أرى أن هناك حاجزا بين الأحياء والشعر. فالشاعر بما أنه مطالب بكل فن، فالأحياء إذا يدخل في كل الفنون، ربما يستطيع أن يوظف من خلال الحيوانات، البيئة، الموال المختلفة التي تتحملها الأحياء، يحاول أن يضيفها في قصيدته. هناك شعراء مهتمون بالبيئة، كثير رمى الذي كان يتحدث عن البيداء والضباء والحمر الوحشية وكغيره من الشعراء الذين اهتموا بجانب الماء. فالشعر
هو يحتوي على كل شيء. يعني كأنك تقصد أن الشعرية هي الأساس. أيوة الشعرية هي الأساس. مع اختلاف تخصصات الجميع يعني. لا علاقة بالشعر، لا علاقة بين التخصص والشعر، ليست هناك هو أبدا. فالتخصص لا يمنعك من أن تكون شاعرا أو لا تكون. الشعر هي موهبة لكن زائدة مع اجتهاد وكد. فكما يقول محمود درويش، والشعر حظ المهارة إذ تجتهد. يعني إذا اجتهدت فمهارتك تبرع فيك. و يعني شأن كل الفنون. كل الفنون. أي كل الفنون. لكن هناك لازم تكون موهبة ولو قليلة، 1% 2%، فبالتالي أنت تنميها بقراءتك المختلفة واطلاعك وكذا. جيد. إذن بكر، يعني دعنا نطلع على أساتذة المشاهدين على بعض القراءات الشعرية. حسن إن شاء الله. هناك قصيدة معنونة بأدغال مختلفة. نعم. هذه القصيدة تتحدث عن إفريقيا عموما، ليست عن كاف فقط. نعم. فأقول فيها: شهق المداد وهب بالأنقاض، شهق المداد وهب بالأنقاض، كحل القصيدة ما لنا أهداب، طيران في شفة الزمان تعمقا نحو البياض، وذا العقول يباب، ذكرى تعبر عن نزيف جراحنا، لغة الليالي صمتنا محراب، ماذا أحدث والأموال تلطمني، مدافنا الكلمات حيث عباب، هي سعفة لك في النخيل تقول لي ما للشعوب تداس حين تهاب، في كل مئذنة تلوح لشاعر أشباح من ناموا ولاح سراب، والعود يرسم للأنين طريقه، ثغر يجف بحلقه الألقاب، غاب القصيد وراء هجرة مخلص، والغاشمون قصيدهم أخشاب، لا وقت لي هذا البيان مبين عن كرش طاغية يقود خراب، والأرض تحفر للشعوب قبورها، وسيحكم التاريخ والأحقاب، كل يرقع من قميص بلاده وببابه الأقماش فيه تعاب، كل يؤذن بالصباح بالضياء صباحه وببرقه كل الشموع تذاب، كل يعانق بالقلوب حبيبه وبقفله تتآكل الألباب، نحن الأفارقة الذين لسمرنا بهت البياض وجمعنا أسراب، في كل سنبلة نعانق ظلنا ونراقص الكاكاو لا نرتاب، نمشي حفاة في الحياة وما لنا إلا الحقول وغيمنا المنساب. هذه إفريقيا. يا جميل جميل ما شاء الله. قراءة شعرية متميزة جدا أستاذ بكر عبد الرحمن البكر، وأنت تتحدث عن إفريقيا. إفريقيا أمي وأمك وأم كل الأفارقة الذين يتابعون الآن هذه الحلقة من برنامج أنفاس قصيد، ولنا في الفيديو بصوت حسن. بالتأكيد بالتأكيد. نعم. ويعني استحضرتني هذه الأبيات: إفريقيا طوت الظلام والتعب حقبا عجافا، لا تعي لا تنطق، كانت كأهل الكهف إلا أنها في كهفها تحس الأسى فتؤرق، دوت طبول العز في أرجائها ومشت مواكب نصرها تتدفق. مشاهدينا الكرام، لازلنا متواصلين معكم عبر هذه الحلقة من برنامج أنفاس القصيد. مع بعض نطلع فاصل ونجي راجعين، خليكم معنا.
الكرام الجديد ومتواصل معكم عبر هذه الحلقة من برنامج فاصل القصير. كل سنة طيبين وكل عام أنتم بألف خير. أرحب مرة ثانية بضيوف داخل الاستوديو، الأستاذ أبو بكر مصطفى، أبو بكر رئيس الاتحاد العام للطلبة المتشابهين بالسودان. مرحبا بكم جديد وكل عام وأنتم بخير. وأنت بألف خير يا عزيزي. أيضا أرحب مرة ثانية بالأستاذ بكر عبد الرحمن أبو بكر، الأمين الثقافي لاتحاد الطلبة التشابهين بالسودان. أهلا وسهلا أحب المشاهدين الكرام. أرجع لك أستاذ أبو بكر، وأنتم الآن طلبة سفراء لجاب بالسودان، يعني كيف يمكن للشباب وأنتم بشريحة الشباب تقوية الأواصر واللحمة ما بين تشاد والسودان من خلال المناشطة الثقافية التي تقومون بها هنا في السودان؟ المناشط التي نقيمها في الاتحاد العام للطلاب التشاديين بالسودان، هذه المناشط تعكس حقيقة الفئة المثقفة التي جاءت تنهل من أراضي النيل، السودان الشقيق. حقيقة الاتحاد العام للطلاب التشاديين بالسودان يذخر بأنشطة طلابية ونخبة من الطلاب التشاديين بمختلف أطيافهم وألوانهم وأشكالهم، حيث يوجد تقريبا كل تشاد في السودان، كل الولايات ما عدا بعض الولايات التي من الجنوب، حتى من الجنوب يوجد عندنا في الاتحاد العام للطلاب التشاديين بالسودان. والأنشطة تكون بناء على البرنامج العام للاتحاد العام للطلاب التشاديين بالسودان، حيث يستضيف الاتحاد العام للطلاب التشاديين مجموعة كبيرة جدا من الأنشطة. في خضم هذه الأنشطة يقوم الاتحاد العام للطلاب التشاديين بالندوات العلمية، بالمحاضرات، باللقاءات ثمر بين الطلاب التشاديين أنفسهم، ويقوم برحلات. هذه الرحلات تتمثل في جبل أولية وبور السودان وغيرها من المناطق الخلابة التي يدخل بها الخرطوم، أو تدخل بها مدينة عاصمة العاصمة الثلاثية الخرطوم. وبالتالي هذه الأنشطة تعكس مدى ثقافة الطالب، حيث يكون هناك منافسات حتى في الشعر النفيس، المطارحات الشعرية السلسة، أضف إلى المطارحات الأنشطة التي تقام في الأدب. وخير سبيل طبعا لذلك الأمين الثقافي اللي هو أمامي، هو طبعا قام بعدة أنشطة. وأكبر نشاط يقيمه الاتحاد العام للطلاب التشاديين هو حفل استقبال الطلاب الجدد ووداع الخريجين، حيث هذا الحفل تستضيف له صالة كبيرة جدا على مستوى الخرطوم، حيث كل الطلاب التشاديين بالسودان يقومون يأتون لاستقبال طلاب الجدد ووداع الخريجين الذين تخرجوا على يدي مختلف الجامعات السودانية. وأن تشاد السودان كانت رتقا ففتقت. لذلك تجد السوداني يصعب عليه أن يحدد شخصية تشادي إلا من بعض التشاديين الذين ذو عهد بالخرطوم. وبالتالي لا تجد الفوارق الكبيره بيننا، ولعل هذا الرتق لا زال موجود. سيمتد الى ان ينسى الله الارض ومن عليها. وبالتالي طبعا يوجد اكثر من 10 او 15 دوله، 15 قبيله ممتده بين تشاد والسودان. وهذا الامتداد لم ياتي عن فراغ، وانما جاء بناء على مئات السنين، حيث يكون هجره بينيه، هجرة من تشاد إلى السودان ومن السودان إلى تشاد، وبالتالي خلف إرثا حضاريا. هذا الإرث الحضاري يتمتع به الشعبين الشقيقين تشاد والسودان. وخير سبيل لذلك طبعا تناغم الدولتين في سياستهما، حيث لا بد أن نحافظ على سياسة حسن الجوار بين البلدين الشقيقين. لماذا؟ لأن يوجد عندي مثلا خال او عم او جد او احد الاقارب في السودان هو كذلك هناك في جمال. في تشاد خلال القبائل. القبائل المشتركه جدا خلف ارثا تاريخيا اصيلا، من حيث اللغه، من حيث الدين، من حيث الثقافه، من حيث الامتداد التاريخي
القبائلي بين السودان وتشاد. بالتأكيد أستاذ أبو بكر، وأتحول الآن إلى الأستاذ بكر عبد الرحمن، وأنت في الأمانة الثقافية لاتحاد الطلبة التشادين بالسودان، يعني هل فكرتم في قوافل؟ لعل معظم النشاطات التي ذكرها الأستاذ أبو بكر يعني صلبة أو عمودة هم طلبة تشاديين، هل فكرتم في قوافل ثقافية مشتركة ما بين السودان وتشاد الخرطوم والجمينة تشكل بداية لقاعدة لتطور العلاقات ما بين السودان وتشاد؟ هي كفكرة موجودة أساساً، التمازج بين المثقفين السودانيين والتشاديين كفكرة موجودة، وكل مثقف له اهتمام كبير بجانب من جوانب العلم، يبحث عن ثلة معينة من مثلا نموذج كبيت الشعر هناك في الخرطوم، من جامعة الخرطوم هناك بيت للشعر، فذاك البيت كل من مهتم بالشعر ومهتم بالأدب بصورة عامة يذهب إلى هناك، فيجد هناك ثلة من الشباب يتصاهر ويتداخل بينه فيستفيد منه ويستفيدون منه. لكن كفكرة في الاتحاد موجودة، لكن هذه تتطلب إلى ميزانيات وخطط وكذا، فبالتالي حتى تعرف الظروف الاقتصادية وكذا للاتحادات عموما، ليس الاتحاد التشادي فحسب، الاتحادات عموما لا تستطيع أن تقوم بمثل هذه البرامج الضخمة إلا إذا كانت هناك إلا إذا عضدت بجهة ما قوية كدولة أو كذا، فبالتالي هي كفكرة موجودة، لكن متى تنفذ؟ إذا صرنا ذا شوكة وذا اقتصاد قوي تنفذ إن شاء الله. إن شاء الله نتمنى لكم إن شاء الله التوفيق والنجاح، لكن من خلال البرامج التي تقومون بها، البرامج الثقافية التي يعني يدير الاتحاد هنا في الخرطوم، مدى مشاركة السودانيين معكم في هذه البرامج وتفاعلهم وتفاعلكم بهذه البرامج؟ مشاركة السودانيين كمثلا كجهات معينة لنا معهم تفاعل كبير جدا، مع اتحادات وجهات كده منظمات وكده، فلنا معهم تفاعل كبير، يحضرون إلى مناسباتنا وندعوهم ويدعوننا، حتى إذا عندهم برامج معينة تهتم بكل الدول الأفريقية خاصة جامعة أفريقيا التي فيها عدة دول فيدعوننا ونشارك فيها، وحتى لو عندنا برنامج يأتون ويشاركون، أحيانا حتى يشاركون في البرنامج في التغطية وفي التقديم، كمثلا بعض المحاضرات وكبعض الإفطارات في رمضان يشاركوننا، وهناك منظمات أيضا سودانية كمثلا منظمة الوافدين وكذا تساعدنا في المنحة وفي تسهيل إجراءات الطلاب، فلنا معهم تمازج كبير وتصاهر بفضل هذه المناسبات العدة والمنظمات المتعددة. نعم بالتأكيد، وطبعا الشعبية البلدين هم يعني إنجاز تعبير وجهها لعملة واحدة. مرة ثانية أرجع لي الأستاذ أبو بكر مصطفى أبو بكر، ولعلنا أكثرنا من الحديث يعني. نعم. يعني نرجو أن نستمتع إن شاء الله بقصيدة إن شاء الله. أستطيع أن أعمل تتمة بالنسبة لما قاله الأمين الثقافي للاتحاد العام للطلبة التشاديين. هناك جهة تسمى منظمة رعاية الوافدين. هذه المنظمة يعني قبل 8 شهور بالضبط تم اختياري رئيس طلاب رؤساء الطلاب الأفارقة. ما شاء الله. فمن خلال هذا الاختيار الحمد لله نشكر الله على الأعمال، وضعنا برنامج، هذا البرنامج يحمي كل الطلاب الأفارقة. يعني يقدمون نماذج لبلدانهم من حيث التراث لتشاد، اللغة لتشاد، العادات والتقاليد لتشاد، كل ما يعكس الصورة الحميدة بالنسبة لتشاد يعني يقدم عبر يعني مهرجان يضم الثقافة الإفريقية. لكاميرون بنفس الطريقة، للسودان بنفس الطريقة، لإثيوبيا، لإريتريا، لغانا، لغينيا، لكل الدول الإفريقية. ولكن يعني نظرا للاوضاع لم يرى هذا المشروع النور. ان شاء الله قريبا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. فانتقل اتحف المستمعين والمشاهدين من ديوان العيون قصيده بعنوان الغزال الشارد. نعم. الغزال الشارد. كنا يوما من الايام جالسين تحت شجره اذ خرجت علينا غزاله جميله مرت فعكست الجو. الغزالة هي رمزية ولا؟ غزالة غزالة حقيقية. نعم. غزالة شاردة طبعا يعني لأحد الجيران. نعم.
فبعد أن تسلينا برؤيتها واستمتعنا من منظرها الطبيعي الذي خلقه الله سبحانه وتعالى برونقة وبحسن إبداع، كتبت هذه القصيدة بعد أن جاء وأهلها طبعا قبضوها، يعني ما تمنيت أن تقبض، تمنيت أن تكون بي حولا. فبعد أن فارقتنا كتبت هذه القصيدة. هذه القصيدة في مطلعها تقول: غزال زان مجلسنا وحيا بعد مرآنا، أطل بحسنه بانا بمظهره فأنشدنا، ورغم ظهوره صدفة فخلد ذكره فينا، جمال ذاخر باسم لزينته ويكفينا، إله الخلق جملها وأكملها فسبحان، لساقيها ورجليها وممشاها لتتحفنا، وزينها بأطراف لآلئ تبرق العين، وأكرمها بأدبار وأذناب تعجبنا، وألبس حسنها جيد وطول قرونها لينا، وزين الحور من عجب، وزين الحور من عجب يخاطبنا ويقتلنا، يقاطع ذوقنا طفل ليجفل من تسلانا، ويكدر صفونا كسل ليحرمنا ويشقينا، ليحرمنا ويشقينا. جميل والله. طالما كان الظبي والغزال هو ملهم لي انا شعراء جدا جدا، ويعني تغنوا به في العيون وفي الجيد جدا، وهو مصدر الهام لي سبحان الله. كانت جميله والله. فصدفه ظهر طفل شاب صغير فبدا يعني يلامسها او يداعبها، فهي جفلت فهربت، والا تمتعنا يعني كثير. وانتهى هذا المنظر لهذه القصيده. يعطيك العافية. الله يكرمك. قصيدة جميلة. تسلم. أعود أدراج مرة ثانية للأستاذ بكر عبد الرحمن، وليتك يعني تتحف لنا إن شاء الله بقصيدة. بما أنه أدخلنا في الغزالة وكذا، فسأتحفكم بقصيدة عنوانها ذكرى حمامة غمامة بللتني. طلل الحبيبة دارس الآثار، طلل الحبيبة دارس الآثار، يبكي بمهجة ديمة الأمطار، شجن بنعناء المحبة ينحني للواشمين بلوحة الأنوار، عينان أندلسان في حمرائها كسحابة تنشق بالأقمار، وجه صباحي تلألأ نضرة يوشي القلوب بنجمة الأسحار، أدغال بيدي قد نطقن قصائدا لخميلة هطلت على الأنهار، صنوان من ماء الفرات تحرك حتى أبحت القلب للأنهار، لون الفراشة أتعبت أقلامنا فيض الأنامل رونق المزمار، صبي لماء الحب عذب رضابنا لنعتق النجمات في الأنهار، طيري بحرف الحاء فصل ربيعنا لنعانق الأبراج بالأمطار، لا تسألي ناي القصيد مواجعي، نامي كعصفور يهدهد ناري، في جبة الصوفي أرقص تائها وكهوف عاصمة الحلول محاري، وتدي بهذا السور تخنق عاشقا يا نخلة الأوتاد أين قفاري، سفر يموج القلب في خفقانه ومقام راقصة لروح فخاري، نهران من فرط الولوع تعانقا بين الهوى ومنازل الأقمار، نهران من فرط الولوع تعانقا بين الهوى ومنازل الأقمار. يا سلام. جميل. يعني صراحة لم تعتمون يعني ما بين الغزال وما بين الغمامة. الغمامة. ولعل الشعراء وقفوا كثيرا يعني في الشعر النسيم والوقوف على المطلع. لا أدري يعني هذه القصيدة لأي فرح تنتمي يعني. هذه القصيدة هي من البحر الوافر. نعم. لكن هي قصيدة غزلية
والوقوف على اطلال اصل المعروف مثل ابن قيس يقول قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل. زهير بن ابي سلم يقول امن امي اوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتلثمي. وهناك طرف يقول بخولة أطلال ببرقة فهملي تلوح كباقي الوش في ظاهر اليد. فالشعراء القدماء وقفوا على الأطلال وبكوا عليها وأدهشونا بهذا الجمال وبهذه الكمية من البلاغة والرهافة والفن البديع. أدهشونا حتى موضوع الأطلال في الشعر العربي يحتاج إلى دراسة الإنسان يقف عليها وكذا. شكرا لك. انا يعني لا ادري هل هنالك متسع من الوقت ام الوقت ادركنا. يعني استاذ هيثم يمكن ان نواصل ان شاء الله في قراءات شعريه يعني حتى لا نكون اكثرنا من الحديث. يعني تفضل استاذ. هناك قصيده من العيون من ديوان العيون. هذه القصيده عندما كنت طالبا في جامعه الملك فيصل ساقني حنين امي ساقني حنين أمي فكتبت هذه القصيدة. وكانت أمي أطال الله عمرها وأطال الله عمر والدي كانا حريصين على أن نتعلم. ففجأة عندما كنت أدون تقريرا جاءني شيطان الشعر. هناك للشعر شيطان شيطان ملهم. نعم شيطان. أحيانا تنام في أثناء نومك تأتيك قصيدة فتقولها. واحيانا ياتيك شيطان الشعر وانت في الحمام عند استحمامك فتخرج من الحمام وتقول قصيده. فالشعر يعني ليس له مواطن. فاي ما بقدر ما تاثرت تكون هناك قصيده. وبالتالي لابد ان يكون للشاعر شاعر حدس شاعر حدس. يعني بمعنى انك يعني في المناسبه تقول الشعر. فقلت فيها اطال الله عمرها وابقاها قصيدة بعنوان حنان الأم. إن أمي اليوم قربي ولها أهدي السلام. لك يا أمي التحايا من فلذ ابن يرام. تملأ الأرض ضياء وأمانا واحترام. تبهر التربة سطعا من شفا ابن همام. تشرق الشمس جمالا لا يرى إلا سلام. إن أمي علمتني كيف أحيا في الأنام. لك يا أمي المنايا والعطايا والقيام. أنت شمس دون حرق تبعد الكون الظلام. فتضيء الكون برقا بثناياها ابتسام. فتنادي ابني تعالى وتلذذ بالوئام. وينال القلب كنز إذ هو النيل المرام. فتكاد النفس تطرب من سخاء كان هام. لك يا أمي أمان من عزيز في الكرام. لك يا أمي سلام من حبيب الله عام. لك يا أمي التحايا والهنايا والختام. لك يا أمي التحايا والهنايا والختام. ونحن بدورنا يعني نرسل لها التحايا والتهاني والختام. قول لي كل عام وانتم بخير وكل سنه وانتم طيبه بمناسبه عيد الاضحى المبارك. ان شاء الله تكونوا متابعين اليوم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. ولطالما كانت الام يعني ملهم لكل الناس يعني ومصدر للامن والاطمئنان. بالضبط. اعود مره اخرى لي الاستاذ بكر ويعني نسمع نموذج شعري. القصيده من ذاكره الماضي. وحدي هنا والأغنيات على فمي والزهر يرقص والغيوم بكائي. عين إذا ضحك المساء بريقها أضفى إليك برعشة الأحشاء. تتألق الأزمان تحت سمائها وورائها الأكوان ملء خوائي. يتهافت الحرف البديع بحبره وغزالة سمراء من ميدائي. ورهافة الأفراح ترسم وردة والريشة الحمراء تثير ندائي. حتى وقفت على الرمال مسائلا أين التي في طرفها إحيائي. ومشيت أسأل دمنة من كانم
أين التي في طرفها أسمائي وجع من النخل القديم هززته والنخلة العظمى تمد بكائي حتى وقفت على الرمال مسائلا أين التي في ذكرها إحيائي ومشيت أسأل دمنة من كانم أين التي في طرفها أسمائي وجع من النخل القديم هززته والنخلة العظمى تمد بكائي يتساقط المجد الرفيع بأرضنا وممالك تاريخها آبائي يتساقط النجم الرفيع وزهرة للشامتين على الوفاء رثائي فيض الأمومة أن تغذي طفلة والنخلة العولى والنفحة الأولى تعيد بنائي تقف القصيدة عند بابي برهة ثقب يطل على الزمان ندائي صمت الحقيقة مزقت أحلامنا نجم أفل إلى الغروب ضيائي قل للمكان الرمل أتعب ناقتي هلا برزت إلى القباب بمائي تأتيك من صخر الشمال بحيرة وعروسة خضراء زهو سمائي ومليحة فتق الجمال بروحها تتمايل الأغصان تحت ندائي يتدفق الماء الزلال وصوتها قيثارة الصحراء طير ندائي دمع جرى من مقلتي شجنا حتى أفاض النهر من أمعائي فوقفت أبصر قرية كانت لنا والذكريات تعيدني لنقائي والذكريات تعيدني لنقائي. شكرا. يا سلام جميل أستاذ أبو بكر يعني سلمت. ووقفت على الماضي, الماضي التفات نعم. إلى الماضي يعني ولعلك تذكرني هنا يعني قول البروفيسور عبد اللطيف ولا يزال أخو الصحراء أبدا يتلفت بقلبه إلى مكان إقامة تركه من ورائي ويتطلع إلى آخر ينتظره من أمامي وما الدنيا كلها إلا معلم بين هذين الطبقين. شكرا جزيلا أستاذ بكر وشكرا جزيلا أستاذ بكر يعني شنفتم أسماعنا في هذه الحلقة ووعد إن شاء الله بحلقات إن شاء الله متواصلة بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا أستاذ بكر مصطفى بكر رئيس الاتحاد العام لطلبة التشاديين بالسودان. أشكرك جزيلا أستاذ بكر عبد الرحمن بكر الأمين الثقافي لاتحاد الطلبة التشاديين بالسودان. كل سنة وأنتم طيبين وكل سنة وأنتم بألف خير المشاهدين الكرام. وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامج الفاصل القصير إلى أن نلتقيكم مجددا بإذن الله تعالى نستودعكم الله أبو